منذ صباح هذا اليوم هنالك عدة أحداث في الشمال من الجبهة اللبنانية. مرة أخرى المسيرات نرى يعني حجم التحدي الذي تضعه أمام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. 3 مسيرات صباح اليوم عبرت من لبنان نحو الشمال. 3 مسيرات، 2 مسيرتان كانتا قد اعترضتا من قبل الجيش الإسرائيلي. كنا قد رأينا يعني مشهد فيديو للمرة الأولى ربما نراه، كيف تلاحق الطائرة الإسرائيلية المروحية تلك المسيرة وطائرات تحاول إسقاط هذه المسيرات ولا تنجح. في نهاية الأمر مسيرتان اعترضتا فوق أجواء الجليل الغربي، وكانت صافرات الإنذار بسبب ذلك قد دوت في مناطق واسعة في الجليل الغربي بما في ذلك يعني أكبر مدينتين عكا ونهرية ومحيطهما، ثم امتدت هذه صافرات الإنذار إلى خليج حيفا حتى تم إسقاطهما، ولكن مسيرة ثالثة يبدو أنها أفلتت من منظومة الرصد الإسرائيلية كما حدث في السابق ووصلت حتى قيسارية. نحن نتحدث عن 60 كيلومترا ربما ببعدها عن الحدود اللبنانية، لم يكن أكثر من ذلك، أقدر بأنها 60 أو 70 كيلومترا عن الحدود اللبنانية. وصلت المسيرة إلى قيسارية دون تفعيل صافرات الإنذار وانفجرت في تلك المنطقة. الجيش يقول إنه يحقق في الحادث، ولكن يعني هذا إثبات مرة أخرى على الثغرة المتواجدة لدى منظومة الدفاع الجوية الإسرائيلية في كل ما يخص قضية المسيرات. وكنا قد رأينا حدثا شبيها في المرة الماضية، ولكن في المرة الماضية كانت هذه المسيرة قد سقطت في مكانها في معسكر إسرائيلي جنوب مدينة حيفا وأدت إلى إصابات كثيرة وبالطبع مقتل 4 جنود. اليوم أصابت مبنى في قيسارية وفق الإسعاف الإسرائيلي لا توجد أي إصابات، ولكن هنالك بعض الأضرار لهذا المبنى. من جهة أخرى كان هنالك أيضا إطلاق صواريخ على طبارية، وفق ما وصلنا بأن بعض هذه الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة أو في بحيرة طبارية دون أن يكون هنالك أضرار أو إصابات. أيضا قبل نحو 10 دقائق من الآن دوت صافرات الإنذار هنا في مدينة حيفا وفي جنوب حيفا منطقة وادي عارة. كنا قد سمعنا في الأجواء انفجارين في حيفا، وحتى الآن لم تصلنا الأنباء الرسمية من الجيش الإسرائيلي بشأن الصواريخ التي كانت قد أطلقت نحو مدينة حيفا. لا نعلم إن كان هنالك سقوط لهذه الصواريخ، ولكن يبدو بأنها صواريخ متطورة لأننا نتحدث عن يعني رشقة صغيرة، بالعادة صاروخ أو صاروخين يطلقان نحو هذه المنطقة ويحملان مواد. طيب يعني الجيش الإسرائيلي أيضا إيمان يقول إنه 3 مسيرات من لبنان تسللت للأجواء وتم اعتراض 2 والثالثة انفجرت. مدى مصداقية مثل هذه الأخبار؟ يعني إذا كانت يعني حتى الآن هناك تحقيقات من أجل التيقن من صحة هذه الأنباء؟ التحقيقات بنظري ستكون في فشل منظومة الدفاع أو الرصد الجوي الإسرائيلي في رصد هذه المسيرة حتى وصولها إلى قيسارية، لأنه لم تكن هنالك صافرات إنذار في قيسارية، وبالتالي هذا فشل في الرصد، بمعنى أن منظومة الرصد الإسرائيلية لم ترى المسيرة الثالثة التي دخلت الأجواء، فشلت في اعتراضها واستمرت حتى يعني هذه المسيرة قطعت مسافة 60 إلى 70 كيلومترا دون أن تتمكن إسرائيل ليس فقط من اعتراضها وإنما من رصد مسارها. وبالتالي هذه التحقيقات ستكون بشأن رصد هذه المسيرة. إسرائيل كانت قد تحدثت يعني قد قالت بأنها ستفحص قضية انفجار المسيرة في معسكر بنيامين الذي انفجرت فيه تلك المسيرة، وكنا قد رأينا نتائج التحقيق الأولي، وقيل في حينه بأن منظومة الرصد لم ترصد يعني وصول هذه المسيرة إلى جنوب مدينة حيفا، ويعني في نهاية الأمر هذه ثغرة في منظومة الدفاع الجوية الإسرائيلية. نحن نعلم بأن هنالك محاولات
في يعني تغيير نشر منظومة الدفاع الجوية في محاولة لتحسين الرصد وأيضا اعتراض هذه المسيرات. بالأمس دخلت 6 مسيرات للأجواء الإسرائيلية وكانت قد اعترضت جميعها، وهذه حالة نادرة من أن يكون هنالك اعتراض 6 مسيرات في يوم واحد دون أن يعني تسقط واحدة من هذه المسيرات. قد تكون هنالك تجارب متعددة يعني في محاولة للتصدي لهذه المسيرات، ولكن هذا لا يمنع بأنها ما زالت يعني تشكل تحديا كبيرا. يعني الفيديو الذي انتشر هذا الصباح وكنا يعني قد أرسلناه أيضا للقناة، يعني هو فيديو نادر بأن تكون هنالك طائرة عمليا إسرائيلية تلاحق مسيرة وتحاول إسقاطها ولا تمنع من إسقاطها. نحن نتحدث عن مسيرات يعني يمكن جلبها بأسعار يعني ليست أسعار غالية كثيرا أو عالية، ولكن يعني طائرات إسرائيلية وصواريخ إسرائيلية تحاول إسقاط هذه المسيرات بملايين الدولارات، وبالتالي هذا بالطبع يعني تحدي كبير لإسرائيل. كان هنالك أيضا وفق شهود عيان في منطقة المركز وسط إسرائيل أقصد، كان هنالك تفعيل لصافرات الإنذار دون أن نرى هذه الصافرات على تطبيق الجبهة الداخلية. أيضا هنالك اتهامات كثيرة للجبهة الداخلية الإسرائيلية بأنها لا تعمل كما يجب على حماية الإسرائيليين وعلى تفعيل صافرات الإنذار في الوقت المحدد. بالمقابل كانت هنالك صافرة إنذار في منطقة جليلوت في المنطقة، وهي بالطبع تضم منشآت حساسة أهمها مركز الموساد الإسرائيلي، مبنى الموساد الإسرائيلي. قبل قليل حدث الجيش الإسرائيلي بأنه لم تكن مسيرة في تلك المنطقة، ولكن يبدو أن إسرائيل توقعت أن تكون واحدة من المسيرات تستهدف مبنى الموساد نظرا لأن هذه التجارب تكررت في الماضي، وربما جاء تفعيل صافرات الإنذار في تلك المنطقة تحسبا لوصول المسيرة. في نهاية الأمر رأينا بأن المسيرة سقطت في موقع شمالي جليلوت وهو قيساريا، وهي المدينة التي يقتل فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.